بيقول لك جمهور الاهلي عارف مين هو عماد متعب كويس. طبعا هتلاقي الفقرات بقى ان انت عشان علقت من شويه هتلاقي كل الرد، لكن مش عايزينك تتكلم كتير في الموضوع ده عماد، لانه مشاكل المشكله مع كابتن حسام. ما تتعبش نفسك يا عمده، جمهور الاهلي عارف كويس قوي انت مين ويعني ايه عماد متعب ويعني ايه اي اسم تاني. يعني ما بص يا كابتن اسلام، انا زي ما قلت لك يعني انا والله ما بحب اتكلم في القصه دي، بس عشان الامور تبقى واضحه ليه انا هتلاقي الناس بطلت، بس لكن انا مش عايز اتكلم فيها خالص. وفي الاخر انا لو قابلت كابتن حسام في الشارع هسلم عليه، بالظبط ما عنديش كده. ادنى مشكله خالص. بس يعني بس النبي بقى اساله لي، لا مش هساله، وانا لو انا خلاص انا عمري هبقى اساله عمري ما هساله، لو قابلت كابتن عمري حسام. ما اساله ولا اتكلم معاه في الكوره خالص، لكن لو قابلته هسلم عليه عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. انا قابلته بقول لك بعد ما رجعت من السعوديه قابلته، لكن انا مش حابب، مش عايز اتكلم في القصه دي، ومش هتكلم مش فيها عايز تاني، اتكلم مش فيه هتكلم فيها تاني خالص، لان انا بتضايق لما بتكلم فيها. طبعا لان انا بيبان عليك على فكره ان اه انت لا متضايق. بتضايق ان انا في يوم من الايام ممكن اكون بتكلم على راجل انا عشت معاه سنين طويله، يعني مش حابب ان انا ممكن اكون بتكلم بالشكل، لكن هو اذاني حصل ده، حصل اذاني حقائق. اذاني اذاني تمام. فمش معنى انه اذاني ان انا بطلع اتكلم عن واحد، لكن بوضح المواقف اللي كانت اللي حصلت، لان حصلت ممكن بينك الناس تفتكر وبينه. ان انا فعلا ما كنتش قادر، او ان انا فعلا كنت بعمل مشاكل. ما كنتش بعمل مشاكل خالص، وما كانش عندي مشكله خالص، ولو حتى حصلت مشاكل بسيطه فيعني من كتر الضغط اللي انا كنت موجود فيه. يعني انا بنتي كانت بتقول لي كلام، بناتي بيقولوا كلام يوجع يعني، فاهم؟ لكن الحمد لله اوعدكم مش هتكلم في القصه دي تاني. وائل الشويني بيقول لك